نتمرنون كارديو هواية بس بعدكم مدى تخسرون دهون. شنو السبب؟ سبب انه الكارديو ما يحرق دهون. السلام عليكم شباب فرق ديوكم AKA سكوربيان، واليوم عندي لكم خبر قبل الموضوع الفيديو، اللي هو يوم 25/7 أعلنت بريطانيا راح تفتح الجيمات بهذا اليوم. يعني شنو؟ يعني فقد راح يرجع للتمرين وأخيرا. فحاليا ما أريد أنطي يعني مو 100%، لكن حاليا 1/8 هو التاريخ المرتقب، تاريخ رجوعي إلى التمرين. نعطيهم أسبوع جماعة البوست بانديميك ريزوليوشنست، شوي يرجعون كل واحد كورونا لازم صحتي وهاي، أسبوع أعطيهم مجال أكثر شيء وراهم راح يبطلون. 1/8 المفروض هو تاريخ الرجعة مالتي، بس حبيت أقول لكم يعني هاي بالناسبة راح تجيكم فيديوهات هواية عن التجربة وشنو اللي شفته وشون جسمي تغير، هاي كلية الأمور من نبدي إن شاء الله راح أسويكم إياها كليتها. بس على العموم موضوعنا اليوم، هو أنه الكارديو ما يحرق دهون. هنا أنا شوية بالغت يعني بالموضوع، بس أكو ناس تعرف على المعلومة وأكو ناس ما تعرف على المعلومة. الكارديو ما يحرق دهون، الكارديو يحرق سعرات وليس دهون. زين، شنو الفرق؟ شنو الكارديو يحرق دهون؟ شنو الكارديو يحرق سعرات؟ خلنا نبدأ نرجع للبداية. الكارديو هو شنو هو الكارديو؟ الكارديو هو أي نشاط حركي يزيد من ضربات القلب، مثل الركض، السباحة، الحبل، الجري. الجري هو نفس الركض بس يعني. أما السعرات، فالسعرات يعني دائما أشبهها بالفلوس، بالنقود. فالغذاء هو باعتبار راتب الجسم للسعرات. أما الحركات اللي نقوم بها من تمرين، من نشاط اليومي، كل شيء الجسم يسويه هو دا يطلب من عنده سعرات. أما الدهن فهو بمثابة البانج، مخزون الجسم من الطاقة، يعني سعرات. فإذا من أني أسوي أي نشاط معين، من أني أسوي كارديو معين، أنا متى أخسر دهون؟ يعني مو شرط من أروح أشتري فد شغلة معناتها راح أخذ من السيفينجز مالاتي، راح أخذ من البنك. لا، الراتب مالتي يكفي من أروح أشتري فد سلعة معينة. من الراتب مالتي يكون قليل وما يكفي هذا الصرف، ذاك الوقت أروح للبنك مالتي، تمام؟ نفس الشيء الكارديو ما راح يحرق دهون، الكارديو راح يحرق سعرات. زين أوكي، شنو الفائدة من هالمعلومة الصغيرة اللي قلت إنها فرقت؟ السبب إنه أنا ريت أسوي هذا الفيديو، أشوف هواي ناس ركز على الكارديو أكثر ما يركز على الغذاء، وهواي حتى مدربين يقول إنه الكارديو يحرق دهون، فكل اللي تحتاجون تسووه هو تتمرنون كارديو حتى تحرق الدهون الموجودة بالجسم. هذا شيء خطأ. الناس تبدأ تركز على الكارديو هواية وتنسى الغذاء، وتقول أني مدى أشوف نتائج مع العلم دا أتمرن كارديو يومية ودا أسوي ساعة أو ساعتين، يبدأ يحاول شلون يقدر يزيد من الكارديو. فلا تعتمدون على الكارديو بوحده بمسيرتكم بفقدان الدهون، انتبهوا للغذاء كذلك. بالحقيقة أصلا أقدر أركز على الغذاء فقط وأخسر الدهون بدون ما أركز كلش على الكارديو. الموضوع يكون صعب وياكم، لكن الموضوع دوبل، أقدر أسوي هذا الشيء. لكن العكس نوعا ما مستحيل، ما أقدر أركز على الكارديو فقط وأخسر دهون فقط من الكارديو وغذائي ما مضبوط. فهذا الشيء المفروض يوضح لكم إيش قد مهم الغذاء. لا تركزون كلش على الكارديو، حاولوا تدخلون الغذاء وياه، وبالتالي يكون واحد من الحلول ليش انتم ماذا تشوفون فرق خسارة الوزن. فعلمهم هذا اللي كان عندي بهذا الفيديو. سووا لايك، سووا كومنت، سووا سبسكرايب. تحسون بجادي مع اللايكات، بس يعني لا تسوي لايك راح يفيدنا هذا الفيديو. زين، دائما اني قعدت منتج واصور واقدم محتوى، هاي كل اللي تحتاج تسوي لايك هاي، وهذا انتم تبخلون علي بي. ايش قد بخيلين اني زعلت. اوكي زعلت، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. سكوربيان اوت. يلا شيني هسه نبدي بعد خالكم. السلام عليكم شباب، فرق وياكم بيكم وشابه على الله بيكم وشابه. يلا، اليوم عندكم اوكي نعيد. الكارديو هو نشاط حركي. الكارديو ما موجود طالعين. ده نقول طالعين وتزيد عليه ضربات القلب. خذ نفس من تحت، ايش بيك؟ راح حد يركض وراك. اصعد لك. انضبط. شو يقول لكم ابو المثل؟ يقول هي علاوي. حلو، اليوم ما نصور. منو؟ طالبه عندي عرس او سفره، لانه محسوبكم
لازم يرتاح لازم. ها حلو شوية أمي دزتني تريد باك تكرفس. لح بعد جددك. فرقد أنت ما يصير الرجال حلو على طبيعته الرجال. لا مو الرجال غلط. نتصنف على العالم صنف عدل. الرجال إذا رقص نقص. Peace.